أعلنت رئاسة تركيا بدء عمل آلية تركيا الأمريكية لتقييم تأثير شراء أنقرة لأنظمة S-400 الروسية للدفاع الجوي على التعاون مع واشنطن بشأن مقاتلات F-35 الأمريكية. يأتي ذلك بعد مباحثات أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، حيث صرح ترامب بأن شراء تركيا للأنظمة الروسية يشكل تحدياً بالنسبة للولايات المتحدة، فيما عد أردوغان أنه يمكن تجاوز الخلاف بشأن هذا الموضوع عبر الحوار.